بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله النبي الأمين. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم في حصة جديدة تتضمن تصحيح ما طلب منكم شكله، وكذلك التمارين المتعلقة بالفهم والدرس اللغوي. أرجوكم أحبائي ركزوا معي ولا تنسوا تصحيح أخطائكم في نهاية هذه الحصة إن شاء الله. إذا هيا بنا على بركة الله لنقرأ ما جاء في نص الانطلاق. المشهد الشائع: سئم الطفل حمزة الجلوس وحيدا بين جدران غرفته، يراجع الدروس المقررة وينجز التمارين المطلوبة، فخرج وشروق الشمس باحثا عن مكان يروح فيه عن نفسه ويجدد نشاطه. دخل حديقة الحي طلبا للهدوء والراحة والمنظر الجميل، لكنه لم يجد سوى صخب يثيره أطفال يتقاذف بعضهم كرة يضايق بها الجالسين تحت الأشجار الوارفة ظلالها مضايقة، ويدوس البعض الآخر النباتات فيتلفها تلفا، ويتسلق الآخرون الأشجار بحثا عن الأعشاش فيكسرون أغصانها، ومنهم من آثر السباحة في الحوض فيعكر ماءه، يعكر يعني يوسخ. اندهش من هذا المشهد الشائن الشائن متسائلا، الشائن يعني القبيح: أين أنت يا حارس الحديقة؟ إنه مستغرق في النوم تحت شجرة مهملا عمله، أمام أنبوب يتطاير ماؤه فيغرق الأحواض. فمتى سنحافظ على بيئتنا، نحمي نباتها ونقتصد ماءها ولا نلوث هواءها؟ بعد هذا ننتقل إلى التمارين. المجال الأول عندنا فهم المقروء والشكل، قمنا بقراءة النص وشكل الفقرة الثانية. السؤال الأول في الفهم: أكتب نوع النص. النص حكائي، هنا الطفل حمزة يحكي لنا: وحين أحس بالملل والضجر خرج لطلب الراحة والهدوء والمنظر الجميل، لكنه حين دخل حديقة الحي فوجئ بأعمال غير لائقة، رأى أطفال يدمرون البيئة ويحدثون الفوضى. أما حارس الحديقة فقد استسلم للنوم غير مبال ولا مهتم بواجبه عديم المسؤولية. السؤال الثاني: أقترح عنوانا جديدا مناسبا للنص. وسبق أن قلنا أن العنوان لا بد أن تكون له علاقة إما بالفقرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يكون له علاقة وطيدة بالنص. في حديقة الحي، ما حدث بطبيعة الحال في حديقة الحي، الحارس المهمل، له علاقة بالفقرة الأخيرة حين رأينا الحارس نام ولم ينتبه لعمله. الأطفال المشاغبون الذين دخلوا الحديقة وقاموا بأعمال غير عقلانية. تدمير البيئة أي أنهم دمروا البيئة، والحديث في الفقرة الثانية عن الأعمال التي قاموا بها حتى دمروا البيئة. ثالثا: أكتب مرادف الكلمات التالية: سائمة، سائمة حمزة الجلوس في غرفته وحيدا، يعني مل وتأفف وضاق وضجر، يعني أحس بالملل، لم يعد يستطيع الجلوس، فضاقت به وضجر وأراد الخروج حتى يحس بنوع من تغير الجو ويبحث عن الراحة والهدوء والمنظر الجميل. صخب ضجيج جلبة ضوضاء،
الضوضاء والضجيج الذي بطبيعة يلوث السمع، وهو أيضا من أنواع تلوث البيئة. يضايق هؤلاء الأطفال، قاموا بمضايقة المتنزهين، يعني أزعجوهم، أقلقوهم، ونغصوا بطبيعة الحال عليهم وهم جالسون في الحديقة. يدوسوا يطأ، يعني بعض منهم فضل وآثر، يعني فضل أن يدوس هذه النباتات ويطأها بطبيعة الحال برجليه، ويفسد ويضيع ويدمر. وهنا عندي يطلق، يعني يفسد يدمر، بطبيعة الحال يقوم بالهلاك التخريب إلى غير ذلك. فهنا يتلف يعني النباتات ويفسدها ويدمرها ويخرب البيئة. آثر يعني فضل واختار. منهم البعض الذي اختار وفضل أن يسبح في الحوض، وبالتالي يتسبب في تعكير مائي. قال أنه فضل أن يسبح في مياه، البعض منهم في مياه الحوض، والسبب الذي جعلهم يعكرون ماءه. رابعا، أكتب ضد الكلمات التالية: شروق ضدها غروب، أو احتجاب أو مغيب. الشمس تشرق في الصباح الباكر وتغرب في المساء، وبالتالي هنا يتم احتجابها ومغيبها. الراحة ضدها التعب، العياء، العناء، الإرهاق، الإجهاد. حين نحس بالإرهاق بطبيعة الحال نخلد إلى الراحة. نقتصد، من متى سنقتصد بطبيعة الحال؟ كما جاء في السؤال، نقتصد ماءها ولا نلوث هواءها إلى غد. وهنا نبدر ونسرف ونتلف ونضيع، يعني عكس نقتصد. والشائن، يعني اندهش الطفل حمزة من المنظر الشائن أو المشهد الشائن الذي شاهده حين دخل الحديقة. فضد المنظر الشائن هو الجميل، الخلاب، البهيج، الرائع، الأخر. يعني المنظر جميل في الحديقة، والخلاب جعله هؤلاء الأطفال منظرا أو مشهدا شائنا بطبيعة الحال بما سببوه في الحديقة من إتلاف للبيئة. خامسا، أكتب جمع الكلمات الآتية: نشاط، أنشطة، وممكن أن أقول أيضا نشاطات، وحديقة، حدائق، حديقة زائد حديقة زائد حديقة، حدائق. المشهد، المشاهد: حارس، حراس، أنبوب، أنابيب، وماء، مياه. سادسا، أكتب أربع كلمات من أسرة يراجع، يعني أربع كلمات من نفس الأسرة التي تنتمي إليها كلمة يراجع. عندي مراجع، فهو اسم فاعل من فعل راجع. عندي مراجع، هو اسم مفعول من فعل راجع. راجعت الدرس، فأنا مراجع والدرس مراجع. مرجع يعني مثلا الكتاب الذي أخذنا منه النص، مثلا فهو المرجع الذي نرجع إليه لنأخذ منه النص. مراجعة يعني قمت بالتذكير ودروس، راجعتها. مراجعة مصدر فعل راجع، مصدر رباعي. سابعا، أكتب الفكرة الأساسية للفقرة الثانية. فالفكرة الأساسية هي دائما نبدأها بالمصدر: دخول الحديقة بحثا عن الهدوء والراحة والمنظر الجميل، ووجود أطفال مزعجين ومدمرين للبيئة. إذن ثامنا، أستخرج من النص الأساليب التالية. الأسلوب الأول التعليل: دخل الحديقة طلبا للهدوء والراحة والمنظر الجميل. هنا لماذا دخل الحديقة؟ لطلب الهدوء. دخل الحديقة رغبة في الهدوء، يعني بغية الهدوء. فهذا يسمى التعليل، يعلل جوابه لماذا دخل الحديقة. النفي: لم يجد سوى صخب يثيره أطفال. هنا عندي أداة النفي هي لم تنفي، فولم يجد في الحديقة سوى صخب يثير أطفال، يعني لم يجد إلا المنظر الجميل والراحة والهدوء، بل وجد سوى صخب، لم يجد سوى صخب يثيره أطفال. هنا أسلوب النفي. الاستفهام والنداء: أين أنت يا حارس الحديقة؟ فأين هنا تفيد الاستفهام، ويا حارس يا تفيد النداء.
تاسعاً أستخرج من النص صفة سلبية. فعندي هنا الصفة الأولى إثارة الصخب والفوضى، هذه صفة سلبية تصف بها هؤلاء الأطفال الذين حين دخلوا الحديقة أثاروا الصخب والفوضى والضجيج. المضايقة يعني صفة سلبية سبب فيها تسبب فيها الأطفال الجالسين. ثم التدمير، كذلك صفة سلبية عند الأطفال الذين تسببوا في تدمير البيئة. وكذلك الإهمال هنا من طرف الحارس الذي استغرق في النوم تحت الشجرة وترك عمله غير مبالي. السؤال رقم 10، أبدي رأيي في هذا العمل الذي قام به هؤلاء الأطفال وبالتالي أقدم لهم النصيحة. الأجوبة التي لها علاقة بالنص كلها مقبولة بطبيعة الحال. وهنا عندي مثال، إنه عمل سيء مشين وغير لائق وغير مقبول، لقد أقلقوا وأزعجوا راحة المتنزهين وساهموا في تخريب البيئة أو البيئة، وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على قلة أدبهم وعدم احترامهم وتقديرهم للبيئة وللذين يستمتعون بها. فلم الإساءة؟ ألا يدركون أهمية البيئة؟ أنصحهم بأن يتسلحوا بالصفات الحميدة ويتجنبوا السلوكات السلبية ويدركوا جيدا أن التلوث هو أكبر عدو للبيئة لكونه يدمر كل ما هو جميل فيها ويحرصوا على بيئة نظيفة نقية ويرفعوا شعار لا للتلوث. نعم، لا لتلوث البيئة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بل ثانيا ننتقل إلى الدرس اللغوي. الدرس اللغوي نبدأ بالتراكيب. أولا أقول أملأ الترسيمات التالية بجمل مناسبة من النص. الترسيمة الأولى تتضمن بطبيعة الحال عناصر الجملة التالية: فعل مضارع مرفوع يراجع، فعل ضمير مستتر تقديره هو، مفعول بمنصوب دروس، ونعت حقيقي تابع لمنعوت في نصب مقررة. الترسيمة الثانية تتضمن الجملة التالية: فعل ماض مبني دخل، فاعل ضمير مستتر تقديره هو، مفعول به منصوب حديقة وهو مضاف، الحي مضاف إليه مجرور بطبيعة الحال، مفعول لأجله طلبا. لماذا دخل حديقة الحي؟ طلبا للهدوء، للهدوء جار ومجرور، والراحة بل واو هنا واو العطف، الراحة اسم المعطوف بطبيعة الحال، المعطوف عليه هو الهدوء. نتابع الترسيمة رقم 3، هذه الترسيمة تتضمن الجملة التالية: فعل مضارع يضايق مرفوع، فعل ضمير مستتر أيضا تقديره هو، جار ومجرور بها، مفعول به منصوب جالسين منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، مفعول فيه مضاف تحت فهو ظرف مكان، مفعول فيه يحدد لنا المكان الذي بطبيعة الحال يوجد فيه المتنزهون، مضاف إليه الأشجار، نعت سببي مجرور الوارثة الأشجار الوارثة، والفعل مرفوع مضاف ظلال، والمضاف إليه ها فهو ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والمفعول مطلق منصوب مضايقة يضايق مضايقة فهو يوضح لنا هنا المفعول المطلق. ثانيا أضع غير مكان إلا وأغير ما يلزم مع الشكل. باع البقال علب المربى إلا علبة، إلا أداة استثناء، علبة مستثناة بإلا منصوب. باع البقال علب المربى غير علبة، إذا غير هنا أخذت إعراب المستثناء وصارت هي المستثناة منصوب على نصب فتحة ظاهرة، بينما المستثنى أصبح مضافا إليه، يعني أصبحت مضاف وعلبة مضاف إليه. الجملة الثانية:
ما نزل الركاب إلا راكب. إذن هنا إلا أداة استثناء، وراكب بدل تابع للمستثنى منه في رفعه، أو للمبدل منه هنا في رفعه. ما نزل الركاب غيره، إذن غيره هنا أخذت إعراب راكب، فأصبحت هي البدل تابع للمبدل منه في رفعه، أو للمستثنى منه في رفعه. وغير هنا مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وهو مضاف، وراكب مضاف إليه. لاحظوا معي هنا دائما غير وسواء، الاسم الذي يتبعها دائما يكون مضافا إليه. ما نزل إلا راكب، إذا عندي هنا إلا أداة استثناء ملغاة، يعني صارت أداة حصر، وراكب هنا فاعل. يعني إذا بطبيعة الحال إذا حذفنا ما وإلا أبقى أن فقط نزل راكب، نزل فعل ماضي مبني على الفتح، وراكب فاعل مرفوع رفع تنوين الضم. ما نزل غير راكب، إذا هنا غير أخذت إعراب الفاعل، أخذت إعرابه وصارت هي الفاعل، ومضاف وراكب مضاف إليه مجرور على مجره تنوين الكسر. ما باع البقال إلا علبة، لحذفتما وحذفنا إلا، فيتبقى عندنا باع البقال علبة، إذا علبة هنا مفعول بمنصوب على المصري تنوين الفتح. حين دخلت غير على الجملة فأخذت إعراب المفعول به، أخذت إعرابه فصارت هي المفعول به مضاف، وعلبة مضاف إليه مجرور على مجره تنوين الكسر. رابعا، أتمم الجملة التالية حسب المطلوب. يا نائمون يا غافلون استيقظوا. هنا وضعت في الفراغ منادى نكرة مقصودة. المنادى هنا فهو مبني على الضم، مبني عفوا على ما يرفع به في محل نصب منادى. إذا هنا هو مبني بالحال على ما يرفع به، وهو يرفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. غافلون نائمون، فهو مبني على ما يرفع به، وبالتالي في محل نصب منادى. ثم عندي في الجملة الثانية الجبل أكثر ارتفاعا، إذا هنا وضفنا تمييز ملحوظ يعني نلاحظه، فأكثر ماذا؟ أكثر ارتفاعا، هنا عندي تمييز ملحوظ. أمس العامل متعبا مرهقا منهكا، إذا هنا وضفنا خبر الناسخ الفعلي مفردا، وخبر النواسخ الفعلية يكون مفردا، يكون دائما منصوبا، فيترفع الأول يسمى اسمها وتنصب الثاني يسمى خبره. الجملة التي تليها باع الفاكهاني كيلوين موزا تفاحا مشمشا إجاصا، فعندي هنا تمييز ملفوظ يعني نتلفظه موزا تفاحا مشمشا إجاصا إلى غير ذلك، فهو تمييز منصوب ملفوظ منصوب علامة نصبه تنوين الفتح، وهو تمييز الوزن. وكيلوين مفعول بمنصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. إن المثابر ناجح فائز ظافر منتصر مفلح، بل عندي هنا خبر الناسخ الحرف إن مفرد، ونحن نعرف أن النواسخ الحرفية ترفع الأول ويسمى تنصب عفوا الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبره. خامسا، أعرب ما تحته خط في النص. عندي الجملة الأولى تقول سئم الطفل حمزة الجلوس وحيدا، والحمزة بدل مطابق تابع لمبدل منه في رفعه، فحمزة بدل مطابق يعني بدل الكل من الكل، فحمزة هو الطفل والطفل هو حمزة. الجملة الثانية قال وخرج وشروق الشمس، إذا الواو واو المائية في النص، ويتضمن معنى مع شروق، مفعول معه منصوب على مصدر تنوين فتحة ظاهرة على آخره، وهو مضاف، والشمس مضاف إليه مجرور على مجره كسرة ظاهرة. نفسي، النفسي هنا ليس التوكيد، انتبهوا جيدا، ليس التوكيد لأن ليس هناك المؤكد في الجملة. الجملة تقول لم يجد سوى، عفوا، الجملة تقول يروح فيه عن نفسه، أتذكر الجملة يقول يروح فيه عن نفسه، لأن نفسه سبقها سبقتها حرف الجر، نفسه عن نفسه، عن حرف جر ونفسه بطبيعة الحال اسم مجرور،
ومضاف والهاء مضاف إليه، بالنفسه جر ومجرور وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. بالنفسه لاحظوا جيدا معي هنا، نفسه ليست توكيد لأن المؤكد غير موجود في الجملة عفوا. الجملة التي تليها لم يجد سوى صخبين، سوى هنا فاعل مرفوع لأن الكلام ناقص والمستثنى منه محذوف. يعني هنا سوى فاعل مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة على الألف المنع من ظهورها التعذر، لأن الجملة هي فيها أداة نفي لن والمستثنى منه غير مذكور. وهو مضاف وصخب مضاف إليه مجرور على مجره كسرة ظاهرة. يتلفها، يتلفها هنا أنتقل إلى الفعل، فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. إذا يتلف الأطفال النباتات، يتلفها أو يتلف البعض النباتات، يتلفها تلفا، تلفا مفعول مطلق منصوب على سنين تنوين، إذا تلفا هو اسم مصدر مشتق من الفعل الذي سبقه في الجملة، يعني يتضمن نفس أحرفه، إذا وهنا وظيفته أنه مفعول مطلق. متسائلا، الجملة تقول اندهش من هذا المشهد متسائلا، كيف اندهش من هذا المشهد متسائلا، متسائلا حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. إنه مستغرق، إن حرف توكيد ونصب ولها ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها، ومستغرق خبر إن مرفوع علامة رفعه تنوين الضم. ثالثا الصرف والتحويل، السؤال الأول يقول استخرج من النص ما يلي، اسم فاعل، إذا عدنا إلى النص بطبيعة الحال نجد في اسم فاعل الفعل الثلاثي باحث جالس شائن وارث، كلها على وزن فاعل لأنها اشتقت من الفعل الثلاثي. اسم فاعل الفعل غير الثلاثي يتضمن النص متسائل مستغرق مهمل، وقد جاء هذا الاسم فاعل هذا من الفعل غير الثلاثي الذي يأتي على وزن المضارع بإبدال حرف المضارع من المضمومة وكسر ما قبل آخر. اسم المفعول من الفعل الثلاثي الموجود في النص مطلوب، فهو على وزن مفعول لأنه جاء من الفعل الثلاثي. اسم مفعول من الفعل غير الثلاثي مقررة مضايق أو مضايقة، فهذا جاء من فعل قرر مقرر على وزن مضارع بإبدال حرف المضارع من المضمومة وفتح ما قبل آخره، ومضايق كذلك. مصدرا ثلاثيا عندي جلوس، والمصدر الثلاثي قلنا أنه مصدر يكون سماعيا، وبحث بحث ونشاط وطلب صخب، هذه كلها مصادر ثلاثية جاءت من أفعال ثلاثية أو اشتقت منها. مصدر غير ثلاثي مضايقة، ضايق يضايق مضايقة، واسم مكان عندي منظر على وزن مفعل ومشهد أيضا على وزن مفعل. ثانيا أضيف ياء النسب للكلمات التالية، عمل عملي، بيئة بيئي أو بيئي، نبات نباتي. لاحظوا معي هنا ياء النسب دائما تكون مشددة وتسبقها دائما كسرة، دائما تكون مشددة وتكون قبلها كسرة، هذه ياء النسب. ثالثا أكتب الأعداد الموجودة بين قوسين بالحروف مع مراعاة التغييرات المناسبة وأشكل. قطفت 9 تفاحات، إذن هنا 9 العدد عندي من 3 إلى 10 دائما يكون بطبيعة الحال هنا يكون التمييز جمعا مجرورا، ويكون هنا المخالفة، التسعة جاءت مذكر وتفاحات جاءت مؤنث والعكس صحيح. انخرط في الجمعية 40 عضوا، إذا هنا عندي 9 مفعول به وتفاحات مضاف إليه مجرور وعلامة فهو مجرور بالإضافة. 40 هنا عندي فاعل، انخرط 40 عضوا في الجمعية، 40 فاعل مرفوع بطبيعة الحال بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وعضوا تمييز العدد منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. وهنا تكون المطابقة التامة مع العقود 20 40 30 40 50 إلى غير ذلك. بنى البناؤون 13 إمارة، عندي هنا البناؤون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، 13 مفعول به
منصوب على فتح الجزء لأنه عدد مركب، وعمارة تمييز العدد منصوب على نصبه تنوين الفتح. وهنا العدد نشاهد أن المفرد هنا العدد مفرد خالف التمييز، خالف المعدود، بينما عشرة وافقت وطابقت المعدود. إذن المخالفة تكون في الوحدات والمطابقة تكون في العشرات هنا من 13 إلى 19، من 13 إلى 19. تتكون كل عمارة من 10 طبقات. نلاحظ هنا كما في المثال الأول، فعشر اسم مجرور بمين على مجره كسرة دائرة، طبقات بطبيعة الحال مجرور بالإضافة. هنا نشاهد هذا تمييز الأعداد يأتي كما قلنا جمعا مجرورا من 3 إلى 10، وعشر جاءت هنا مذكر وطبقات جاءت مؤنث. يعني هنا المخالفة تكون دائما من 3 إلى 10، العدد يخالف المعدود. فإذا كان هذا مذكر جاء هذا مؤنث، وإذا كان هذا مذكر جاء هذا مؤنث. رابعا، أحول الجملة التالية إلى المثنى والجمع بنوعيهما وأشكل. الجملة تقول: خرج باحثا عن مكان يروح فيه عن نفسه ويجدد نشاطه. هما خرجا باحثين عن مكان يروح فيه عن نفسيهما ويجدد نشاطيهما. هما مؤنث، خرجتا باحثتين عن مكان لتروح فيه عن نفسيهما وتجدد نشاطيهما. هم خرجوا باحثين عن مكان يروح فيه عن أنفسهم ويجدد نشاطاتهم. هن خرجن باحثات عن مكان يروحن فيه عن أنفسهن ويجددن نشاطاتهن أو أنشطتهن. ننتقل الآن إلى الإملاء. السؤال الأول يقول: أتمم النص بملء الفراغات بتاء أو همزة مناسبة. كنا نفرح بمجيء فصل الشتاء. مجيء كتبت الهمزة على السطر لأن قبلها سكون. الشتاء كتبت على السطر لأن قبلها أيضا سكون، لأنه يضطرنا إلى قضاء السهرة في البيت. قضاء كتبت الهمزة على السطر لأن قبلها سكون ميت، والسهرة كتبت التاء مربوطة قبلها فتحة، والبيت كتبت التاء مبسوطة قبلها سكون. يشعرنا ببهجة الاجتماع العائلي. ببهجة كتبت التاء مربوطة لأن قبلها فتحة، العائلي كتبت الهمزة على الياء لأن هي الحركة الأقوى وجاء قبلها السكون ولكن هي الأقوى. فغالبا ما تسوء الأحوال الجوية، فهنا تسوء كتبة الهمزة على السطر لأن قبلها سكون ميت. الجوية التاء مربوطة قبلها فتحة. ويشتد البرد فلا يجرؤ كتبة الهمزة على الواو لأن قبلها ضمة. أحد من أفراد أسرتي على التأخر كتبت على الألف لأن الحركة الأقوى فيما بينهما هي الفتحة. فترانا نعود كلنا بعد ساعة كتبت التاء مربوطة قبلها فتحة من غروب الشمس، فنتعشى ثم نجتمع في قاعة الجلوس. قاعة كتبت التاء مربوطة قبلها فتحة. نتدفأ كتبت الهمزة على الألف لأن قبلها فتحة. ونتسامر أو نتابع ما تبثه القنوات الفضائية من برامج فنشعر بشيء من المتعة والانشراح. قنوات كتبت التاء مبسوطة لأن قبلها السكون. فضائية الهمزة على الياء لأن الحركة الأقوى هي الكسرة. تاء كتبت مربوطة لأن قبلها فتحة. وبشيء كتبت الهمزة على الياء لأن قبلها السكون. وتتواصل السهرة كتبت التاء هنا مربوطة قبلها فتحة. ويمر جزء من الليل، جزء كتبت الهمزة على السطر قبلها سكون. ويبدأ النعاس، كتبت الهمزة على الألف قبلها فتحة. ندب إلى أجفاننا ويدعونا إلى نوم هانئ عميق. وهانئ كتبت الهمزة على الياء لأن قبلها كسرة. ثانيا، أتمم الكلمات التالية بالألف اللينة المناسبة. رسى، فهنا كتبت بألف ممدودة لأنها حين حولناها إلى المضارع انقلبت الألف واو، الأصل الألف واو. اهتدى، كتب هنا الفعل الغير ثلاثي بألف اللينة المقصورة لأنها غير مسبوقة بياء. حتى هي من الحروف الأربعة التي استثنيت عن باقي الحروف وكتبت بألف مقصورة، ألا وهي إلى على بلى. كسرى، من الأسماء الأعجمية التالية: موسى، عيسى، كسرى، متى، حنا، بخارى.
فهذه الأسماء استثنيت عن باقي الأسماء الأعجمية الأخرى التي تكتب بألف لينة ممدودة، مثل فرنسا، بلجيكا، روما، أوروبا، كندا، النمسا، إيطاليا، إلى غير ذلك. مشى يمشي، فهنا كتبت الألف في مشى مقصورة لأنها في الأصل ياء. وكيف عرفنا ذلك؟ حين حولناه إلى المضارع، أو حين نسنده إلى تاء الفاعل مشيت، أو حين نأتي لمصدره مشى مشيا. وهنا نريك أن أصل الألف ياء. مقهى كتب الاسم هنا غير الثلاثي بألف مقصورة لأن الألف غير مسبوقة بياء. فتى فهو اسم ثلاثي كتب بألف مقصورة لأن حين حولناه إلى المثنى انقلبت الألف ياء. فهنا نقول أصل الألف ياء، ذلك كتب بألف مقصورة. استحيا فهو اسم غير ثلاثي مثل ما قال، لكنه كتب بألف لينة، والسبب هنا لأنه سبقت الألف، لأن الألف سبقت بياء. ما فهو حرف انتهى بألف ممدودة، ألفها تكتب دائما ممدودة مثل باقي الحروف غير الحروف الأربعة المستثناة، يعني ما، إلا، كلا، ألا، أيا، هلا، وحروف عديدة تكتب بألف ممدودة ما عدا الحروف الأربعة التي سبق ذكرها اللي هي إلى، على، حتى، بلى، تكتب بألف مقصورة. ثنايا، هذا الاسم كذلك هو اسم غير ثلاثي كتب بألف مقصورة ممدودة لأنه جاء من أن الألف هنا جاءت مسبوقة بياء. وعصا فعل ثلاثي كتب بألف ممدودة لأنه في المثنى تنقلب ألفه إلى واو، فالأصل هنا في الألف واو. إذا إلى هنا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أودعكم وأقول لكم إلى اللقاء في فرصة أخرى، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.